اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم واوقاتكم دوما. هذه اطلاله صباحيه جديده تاتيكم دوما من الان على مدار ساعتين، نستعرض ونسلط خلالهما الضوء على اخر وابرز التطورات الجاريه على ساحتنا الداخليه. بدايتنا ستكون مع ملتقى الشباب العربي والافريقي والذي ينطلق غدا في مدينه اسوان. تنطلق غدا فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان والذي يستمر حتى الاثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة وزراء الشباب والرياضة من الدول العربية والإفريقية، فضلا عن عدد كبير من الشباب العربي والإفريقي وكذا المسؤولين بالهيئات والمنظمات العربية والدولية. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ جمال أهلا وسهلا بحضرتك، ما المرجو ما المأمول من هذا الملتقى الذي هو يأتي ربما في صيغة مشابهة تماما لصيغ أخرى لمنتدى شباب العالم لبعض الملتقيات الشبابية التي كانت تنظم على الساحة الداخلية لكن هذه المرة بصبغة إقليمية عربية وإفريقية؟ أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. بالفعل يمكن مصر يعني بتمد دائما جسور التواصل بين الدولة وبين الشباب، هذه شفنا أيضا مد الجسور بين شباب العالم وهذه المرة الشباب العربي والأفريقي. أمر هام جدا وجود حلقة وصل بين الشباب العربي والأفريقي، خصوصا إن لتحسين الصورة الذهنية يعني المترسخة لدى العرب والأفارقة التي ربما كانت تشبهها بعض الأخطاء في الماضي. أعتقد أن الشباب العربي والأفريقي من خلال هذا الملتقى الهام يمكنهم أن يتواصلوا بشكل أكثر من رائع في تبادل الأفكار وإيجاد فرص للتعاون في المستقبل، سواء من خلال يعني تبادل الرؤى خلال القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التواصل الشعبي بين الامتداد الطبيعي للأفارقة وهو العرب والامتداد الطبيعي للعرب وهو الأفارقة أمر غاية في الأهمية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الملتقى هام للغاية، وأعتقد أنه سوف يسفر عن نتائج مهمة جدا سوف ينتج عنها امتداد للتعاون بين الشباب العربي الأفريقي في المستقبل. ما يرجوه الشباب العربي والشباب الأفريقي في منتديات كهذه أو بشكل عام، هل هي أمال مرتبطة بمنظومة العمل على المستوى الأكبر، ضبط الحالة الأمنية في بعض دول القارة الإفريقية، خلق فرص استثمارية، مزيد من التطلعات المرتبطة بأمال هذه الأمم، ولا بعض الأمال المرتبطة بأطر أكثر ضيقا، توفير فرص عمل، توفير قدر أو حد أدنى من الحياة الكريمة الإنسانية اللائقة، بصرف النظر عن القضايا المحورية الكبرى التي تهم صناع القرار في هذه الدول؟ يمكن بالفعل التحديات الافريقيه كبيره جدا، وايضا هناك تحديات عربيه كبيره جدا ربما تكون مشتركه. يعني احنا بنتكلم مثلا على اقتصاد افريقي هو اقتصاد مثلا ريعي يعتمد على تصدير المواد الخام، وبالتالي نحتاج الى في افريقيا مثلا الى خلق فرص تصنيع واستثمارات. ربما العرب لديهم رؤوس اموال من الممكن ان تتضافر الجهود من خلال الشباب العربي والشباب الافريقي لخلق افكار وفرص عمل وابتكارات وتحويل هذا الاقتصاد الريعي الى اقتصاد تصنيع يخدم القارة الأفريقية. على مستوى القضايا أستاذ جمال، على مستوى القضايا، ما يهم الشاب في المنطقة العربية أو في المنطقة الإفريقية على حد سواء أن توفر له فرصة توظيف وفقط أن يوفر له الحد الأدنى اللائق من الحياة الإنسانية الكريمة، ولا ما يهم الشاب العربي والإفريقي على حد سواء القضايا المحورية الأكبر، خلق مجالات تنمية أوسع في هذه الدول حتى وإن كانت ستنعكس عليه، خلق بيئة أمنية أكثر استقرارا ورحابة تحديدا في بعض الدول الإفريقية، ما الذي يهتم به الشباب في هذه المنطقة في المرحلة الآنية؟ في الحقيقة أنا شايف الأمرين مرتبطين ببعض، يعني خلق تنمية اقتصادية وتوفير فرص العمل هو السبيل لتوافر الأمن والاستقرار في كافة الدول الأفريقية. بالفعل هناك يمكن حضرتك بتشير لأمر مهم، يمكن الكثير من الدول الأفريقية لديها أزمات أمنية خاصة بانتشار جماعات الإرهاب زي بوكو حرام ومنظمات شباب وإلى ذلك، وأيضا بعض الدول العربية زي سوريا زي ليبيا زي اليمن أيضا تعاني من انتشار الإرهاب. وبالتالي بالفعل يمكن الإرهاب تحدي يضم يعني العرب والأفارقة، عليهم أن يتجاوزوه، والشباب بخلق الوعي ونشر الوعي لدى الشباب العربي الأفريقي من خلال الملتقى زي الملتقى الذي سوف نشهده في أسوان أعتقد أمر غاية في الأهمية، لأن الشباب وتحصينهم ضد هذه الأفكار المتطرفة يمهد الطريق أمام نمو وتنمية وأيضا أمن واستقرار. أنا أعتقد أن التحديات مشتركة، التحديات سواء أمنية سواء اقتصادية سواء سياسية سواء اجتماعية،
مشتركة، والشباب العربي والأفريقي هم المستقبل، وبالتالي علينا من الآن توعية هذا الشباب، ترسيخ الأمال وبناء الثقة بداخله أنه يستطيع بالفعل أن يتحدى هذه الصعاب من أجل العبور إلى مستقبل أفضل. وبالتالي حلقة نقاش مهمة للغاية، حلقة تواصل مهمة للغاية. أيضا كان هناك صورة ذهنية في الماضي تباعد بين التواصل بين الشباب العربي والأفريقي، إن شاء الله هذا المنتدى هل زادت هذه الفجوة أستاذ جمال، هل زادت هذه الفجوة بين شعوب المنطقة بشكل عام، الشباب العربي والشباب الأفريقي وغيرهم من شباب المناطق المختلفة حول العالم، هل زادت هذه الفجوة بحكم أن حدة الاستقطاب في الآونة الأخيرة تحديدا في الثماني سنوات التي مضت زادت بشكل كبير للغاية؟ هل ألقى ذلك بظلال على مستوى العلاقات أو مستوى التفاهم أو مستوى التقارب الحاصل بين شباب المناطق المختلفة؟ بالفعل يمكن على المستوى حتى الشباب العربي والأفريقي بالتحديد، لأن حضرتك بنتكلم على تزييف في التاريخ، يعني الغرب الذي قام بتجارة الرقيق وتورط في هذه التجارة البشعة، صدر في بعض الأوقات أن العرب هم الذين تورطوا في هذا الأمر، وبالتالي شوه الصورة الذهنية بين العرب والأفارقة وامتدت حتى الآن. ونجد في دول أفريقية أن الشباب الأفريقي يظن أن العرب هم من تورطوا في هذا الأمر مثلا. هذه صورة سلبية ذهنية سلبية يعني مزيفة، أعتقد أن يجب أن تمحى من ذاكرة الأفارقة، لأن العرب مثلا براء من هذا الأمر. وبالتالي هناك كثير من المفاهيم المغلوطة ربما رسخ لها أصحاب المصالح. لا ننسى أن أيضا أوروبا الآن تنظر إلى السوق الأفريقية بشكل كبير جدا، وهناك تفاعل أوروبي أفريقي كبير جدا، هناك أنظار نحو أيضا السوق العربية، وبالتالي احنا أولى ببعضنا، العرب والأفارقة أولى بعضهم ببعض، عليهم الاستفادة وتضافر الجهود، الثقافتين الطبيعيتين في الامتداد. يعني احنا نتكلم ان هناك دول عربية بالفعل هي أفريقية، ودول أفريقية هي بالفعل دول عربية، وبالتالي احنا نتكلم على الامتداد الطبيعي، ينقصنا فقط التواصل ومنتدى او ملتقى الشباب العربي. استاذ جمال، دول افريقية عدة استطاعت ان تنجز قدر من التطور في حياتها، قدر من التنمية معتبر، بعض الدول الافريقية تسجل واحدة من بين اعلى معدلات التنمية على مستوى العالم، تحديدا العشرية الاخيرة او الخمس عشرة سنة الماضية شهدت قفزات تنموية هائلة ومعتبرة في عدد كبير من الدول الافريقية. هذا المعطى في حد ذاته هل سيدفع قدر من الشباب الأفريقي في هذه الدول بأن ينكفئ على نفسه وأن يواصل مسيرة التنمية الخاصة به في دولته وفقط، ولا من باب أولى أن يكون حريصا على نقل هذه التجارب إلى دول أخرى وأن يستفيد من تجارب الآخرين بشكل أكثر موضوعية؟ يمكن حضرتك أشرت لنقطة هامة للغاية، بالفعل هناك دول أفريقية، وده اللي على حتى المشاهد الكريم أن يدركوا أن الصورة الذهنية أيضا عن أفريقيا تغيرت تماما. أفريقيا لم تعد كما كنا نتصور في الماضي، لا هناك أمر تغير وتبدل تماما. يعني بنتكلم على دولة زي رواندا أصبحت من أكثر الدول نموا ليس في القارة الأفريقية ولكن في العالم. هناك دول بالفعل تحقق طفرة كبيرة، رواندا منذ أيام قليلة مثلا افتتحت مصنعا لتصنيع الهواتف المحمولة. إذن هناك وأصبحت وجهة سياحية معتبرة رواندا، يعني بذكر رواندا هي الراعي السياحي مثلا لنادي أرسنال الإنجليزي، يعني هذا في حد ذاته كافي للدلالة عما وصلت إليه رواندا ودول عدة في أفريقيا. بالضبط، إذن بالفعل أفريقيا استطاعت أن خلال العقد الماضي أن تشد من أزرها وتتقدم إلى الأمام. أيضا مصطلحات القائمة في أفريقيا الآن سواء في القرن الأفريقي بنشوف حراك أكثر من رائع، في القرن الأفريقي بنشوف أيضا مصر بترعى الكثير من المصطلحات زي جنوب السودان، زي أفريقيا الوسطى إلى ذلك. كل هذه المصطلحات سوف تعمل على تهدئة وبالتالي خلق فرص للنمو. بالفعل الشباب الأفريقي الآن ينتبه بشكل كبير جدا. طيب في هذه الجزئية أنا سأعود بسؤالي أيضا، هل أولى بالشباب الأفريقي في دول كهذه، الشاب الرواندي مثلا، هل عليه أن يدرك أنه هو الذي استطاع أن يخلق أفاق التنمية هذه وأن يحقق معدلات نمو معتبرة في دولته وأن يغير من واقع الدولة التي كانت تعصف بها الاحترابات الأهلية والاقتتال الداخلي والجثث التي كانت ملقاة في الشوارع إلى دولة أصبحت دولة وازنة إلى هذا القدر في القارة الأفريقية وربما كما ذكرت حضرتك في العالم، أن يغلق على نفسه أبواب دولته، ولا أن يحاول نقل تجربته إلى آخرين والاستفادة من تجارب الآخرين حتى يحقق ما هو أفضل من ذلك؟ أعتقد أن ده دور الملتقيات زي ملتقى الشباب العربي الأفريقي، لأن بالفعل يعني ما فيش حد يقدر يعيش بمعزل عن العالم. يعني لا تستطيع القارة الأفريقية أن تنعزل عن نفسها، ولن تستطيع القارة الأوروبية أن تنعزل عن نفسها. يعني طبيعة الحياة هي التواصل، وحتى يعني النظريات التي خرجت بصراع الحضارات والى ذلك تثبت الان فشلها. هناك
يجب أن يكون تفاهم في الحضارات، تعايش في الحضارات، والحضارات الأصيلة والعريقة دائما أمامها فرص للتعايش، والحضارات الأفريقية والحضارات العربية هي حضارات قديمة وعريقة، وبالتالي أمامهم فرص للتعايش والتكامل. لا تستطيع الدول الأفريقية أن تنعزل عن المجتمع العربي لأنه امتداد الطبيعي زي ما قلت، وبالتالي ملتقى العربي الأفريقي في أسوان ربما يمهد الطريق للنقطة اللي حضرتك بتشير إليها، أن لا تنعزل أفريقيا عن امتدادها العربي، وأيضا ألا تنعزل المنطقة العربية عن امتدادها الطبيعي وهي القارة الأفريقية. ملتقى الشباب العربي الأفريقي حلقة وصل في هذا الأمر مهمة جدا، أتمنى أن تمتد في نسخ جديدة للتواصل بين الشباب العربي والأفريقي، وأن تظل هذه الحلقة متصلة، لأن التواصل العربي الأفريقي أمر غاية في الأهمية، لأن التحديات طوال الوقت مشتركة، وهذا ما يجب أن يدركه الشباب العربي والأفريقي، لأن الحراج بتقوله نقطة مهمة جدا، يجب أن لا ينعزل الشباب الأفريقي عن المجتمع المحيط به. عدم انعزال الشباب الأفريقي أستاذ جمال هذه مرتبطة بإرادة الشباب فقط، برؤية الشباب بقدر التطور والفهم والاستيعاب الذي حصلوه، ولا مرتبطة بقرار من صانع القرار وأهل السياسة في هذه الدول سواء كانت الدول الأفريقية أو العربية؟ أيضا مرتبط بالاستقطاب الخارجي وبخلق صور ذهنية خاطئة، بخلق مصالح ربما تضر بالعلاقات الأفريقية العربية، كل هذه الأمور بإضافة لحضرتك قلته، كل هذه الأمور ربما تخلق هذه العزلة، وبالتالي تكسير هذه العزلة، تفتيت هذه العزلة من خلال النقاش، من خلال الحوار، من خلال التواصل، هذا هو الحل الأمر. أنا أسأل حضرتك، لازلت كسر هذه العزلة التي تتحدث عنها حضرتك مرتبط بقرار من الشباب، الحوار الحاصل بينهم، ولا مرتبط بقرار من الإرادة من الإدارات السياسية في هذه الدول؟ التأكيد من الشباب نفسه، يعني الشباب نفسه وخلق بيئة صحية للتحاور للشباب بعضه البعض، هو هو الأمثل، الشباب هو صاحب القرار في هذا الأمر، لا توجد وصاية دائما على الشباب من قبل الحكومات، يعني هو الإدارات مش هتقول للشاب لا تتحدث مع الشاب العربي مثلا، أو لا تتواصل مع الشاب العربي، إذا كان هناك مبادرات ومنظمات وملتقيات تنظم هذا الأمر سوف يحدث وسوف يمر إلى المستقبل مرورا كريما، وبالتالي هذا الأمر بيد الشباب العربي وبيد الشباب الأفريقي، عليهم أن يتواصلوا، أن يتكاتفوا، أن يدركوا أن المصير بالفعل، وهذا الأمر واقع، أن المصير واحد، التحديات كما ذكرنا سواء أمنية اقتصادية سياسية اجتماعية واحد، الثقافتين أيضا لديهم الكثير من الروابط وقاعدة مشتركة يمكن البناء عليها، وهذا ما يحطم على فكرة أي سبل لإثارة الفتنة بين الجانبين أو العزل بين الجانبين، لأن هناك ثقافات وعادات وتقاليد وحتى اللغة وإلى ذلك، كل هذا فيه تقارب كثير جدا يساهم بشكل واضح في التواصل. أمام الشباب العربي والأفريقي فرصة حقيقية لخلق مناخ جيد للتواصل في المستقبل. أستاذ جمال، هناك ورشة عمل ستنظم أو حوار مائدة مستديرة في هذا الملتقى سينظم بعنوان وادي النيل كممر للتكامل العربي الأفريقي، كيف يمكن تفعيل وادي النيل بالفعل لأن يكون ممرا للتكامل العربي الأفريقي؟ ما هي الأداء والوسيلة التي من خلالها يمكن أن يكون وادي النيل ممرا للتكامل العربي الأفريقي؟ يعني السوريان الحياة، وأيضا الذي يمد الطاقة دائما في دول وادي النيل، أعتقد أن التكامل الاقتصادي مهم جدا، يمكن مصر سعت لخلق هذا الأمر من خلال صندوق الاستثمار في البنية التحتية بين مصر والسودان وأثيوبيا كنواة لهذا الأمر، أعتقد أن بالفعل صعوبة وادي النيل بالتحديد بتضم دول أفريقية ودول عربية، وبالتالي يعني من أمثل أو المثال الواضح والحقيقي للتواصل العربي الأفريقي هو من خلال سوريان وادي النيل، وبالتالي أعتقد أنها ورشة هامة للغاية، وسوف تعطي نموذج لكيفية التواصل بين الشباب العربي الأفريقي ومدى تقارب الثقافة ومدى التفاهم بين الجانبين. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي منضما إلينا عبر الهاتف. دكتور باسم رزق المدرس بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف. دكتور باسم، أهلا وسهلا بحضرتك. هل ثمة عزلة حاصلة بين الشباب الأفريقي وبين نظرائهم من شباب القارة أو شباب المنطقة العربية ما يتعين العمل على كسر هذه العزلة، ولا المسألة فقط محض افتراضات؟ صباح الخير يا أستاذ أحمد، بصب عليك وبصب على الشباب. صعب فكرة العزلة جدا، لأن احنا شعوب واحدة، شعوب عانت من نفس المسائل ومن نفس المصير ومن نفس الخبرات التاريخية، إن كانت هناك حقب تاريخية
سنت امور ضغطت على وعي هذا الشباب وعلى مدرك هذا الشباب، اتت بعض النظم لتعيد هذا الادراك وتعيد الوعي للشباب اننا واحد واننا نعاني وان المصير واحد وان التاريخ واحد. المنتدى يقدم نموذج لاعاده هذا اللحمه او هذه اللحمه بين الشباب العربي والشباب الافريقي، الشباب العربي والشباب الافريقي واجه ذات الازمات، له ذات الظروف، يعاني من نفس المشاكل، فلا بد ان يجتمع ويرى نفس الحلول. لكن دكتور باسم، يقولون دوما بان هناك اختلافا في نمط المشكلات التي تواجه حتى دول القاره الافريقيه ذاتها، المشكلات التي قد تواجه الجنوب تختلف في قليل او كثير مع المشكلات التي تواجه وسط وغرب القاره الافريقيه، مع بعض المشكلات التي قد تواجه الشمال الافريقي، في داخل القاره الافريقيه هناك بحسب هذا الراي تباينا في نمط المشكلات الذي يواجه القاره الافريقيه. الحقيقه انا مع حضرتك، ان كان هناك تباين حتى داخل الدوله من مرحله لمرحله وحتى داخل الدوله من مكان لمكان، ولكن السبب المفسر واحد، السبب المفسر هو افقاد الثقه او كسر الثقه ما بين الشباب وبين دولهم. شعر الشباب الافريقي والشباب العربي ان دولتهم غريبه عنهم، تم ترجمه ذلك في شبه عزه، تم ترجمه ذلك في حرب جيل رابع وجيل خامس، تم ترجمه ذلك في العزوف عن المشاركه، تم ترجمه ذلك في افتقاد الثقه في النظم الحاكمه، ولكن الان تحاول الدوله المصريه ان تبني ذلك الجسر، ذلك الكوبري الذي يصل بين الشباب وبين الدول. لابد ان نعي ان دولنا هي مصيرنا وهي مستقبلنا. الدوله المصريه نجحت في ذلك، نجحت في بناء هذه الثقه، نجحت في بناء هذا المعبر الذي يؤدي الى وصول الشباب الى دولتهم، واعتقد ان بناء الثقه ظهر بين الشباب وبين الدوله المصريه، واعتقد ان باتت على هذه الدوله نقل هذه الخبره للدول العربيه والدول الافريقيه. المشاكل متنوعه، انا اتفق مع حضرتك، ولكن الحل تقريبا هو واحد، هي بناء ثقه ما بين الدوله وبين الشباب. قد يدفع هذا يعني البعض للتساؤل حول ما الذي ستجنيه الدولة مثلا مصر عندما تنظم مثل هذا النوع من المنتديات؟ ما الذي ستجنيه مصر عندما تجمع الشباب العربي والشباب الإفريقي في مكان واحد على مائدة نقاشية واحدة في ورش عمل واحدة؟ ما الذي سيعود على مصر مثلا إن استطاعت أن تحدث هذا التقارب وهذه الآلية للتواصل بين الشباب العربي والإفريقي؟ الحقيقة أستاذ أحمد، في دول كده قدرها أن تقوم بهذا الدور، زي ما الأب كده قدروا أن يقوم بدور رعاية وتربية ونقل الخبره لاولاده، فالدوله المصريه قدرها انها دوله افريقيه، دوله عربيه، الدوله الاكبر بين الدول العربيه ثقلا سياسيا حتى لو على البعد الاقتصادي هي متراجعه قليلا، الدوله القويه او من اقوى الدول داخل القاره الافريقيه، هي الدوله الوحيده المتفق عليها. دعونا نرى الان المنظمات الدوليه والبنك الدولي والمنظمات الكبرى داخل القاره الافريقيه الثقه التي عليها حال الدولة المصرية من كافة قارة القارة الإفريقية، الذين يتفقون أن الدولة المصرية الآن عادت إلى قارتها، وبرضو الدول العربية تصدق وتؤمن أن الدولة المصرية عادت إلى حضنها العربي بدور فاعل ورائد. ما الذي تجنيه؟ هو قدر الدولة المصرية، هي أن تقوم بهذه الوظيفة، هذه وظيفتها التاريخية. دعنا نرى ما الذي فعلته الدولة المصرية إبدال حركات التحرير الإفريقي. هي كانت بيت الأفارقة، هي كانت بيت حركات التحرير، هي من قامت بشعار هذه الحركات التحرير. دعنا نرى ما الذي تفعله الدولة المصرية وقت الأزمة اليمنية، وقت الأزمة في الكويت، هي هذا هو قدر الدولة المصرية، هي أن تقوم بهذا الدور، وأعتقد أن الإدارة الحية تدرك هذا الدور وتسعى للقيام به وتسعى إلى ترجمته إلى واقع سياسي. لا تحاول الدولة المصرية أبدا خلق نخب موالية لها داخل الدول الإفريقية كما تحاول بعض الأدوات تشويه هذه الصورة، هي فقط محاولة الى تاكيد على اعمده الهويه المصريه السابقه، الهويه العربيه احد هذه الاعمده والهويه الافريقيه احد هذه الاعمده، والتاكيد الدائم انها ليست اعمده متنافسه انما هي اعمده متكامله. المسلك المصري على مدى السنوات الماضيه، وحضرتك تتحدث عن استعاده القاره الافريقيه من جديد الى الدور المصري او الى الاحضان المصريه واستعاده افريقيا مجددا مصر باعتبارها دوله تشكل ركنا ركينا من اركان القاره الافريقيه ومن اركان العمل الافريقي المشترك، ان تعمد مصر نحو استعاده هذا الدور من جديد، هذا على ما يبدو يتم عبر اليات مختلفه، لان المساله لم تكن قاصره فقط على تنسيق الجهود على مستوى الاطقم السياسيه العليا، وانما كذلك بعض الجوانب الفكريه في بعض الاحيان، بعض الجوانب التقنيه. بالامس كنا نتابع دورة تدريبية تنظمها وزارة الموارد المائية والري لعدد من الكوادر الإفريقية في دول حوض النيل، اليوم غدا تحديدا سنتابع ملتقى يجمع الشباب العربي والإفريقي،
الأدوات والآليات مختلفة تماما الذي سلكت إليه مصر لاستعادة دورها في القارة الإفريقية، كيف يمكن النظر إلى كل هذه الأدوات التي استخدمتها مصر؟ الحقيقة أن الدولة المصرية وعلى رأسها الإدارة المصرية بتحاول أن تدعم وتؤكد فكرة التكامل ما بين الأدوات الرسمية والأدوات غير الرسمية، ما بين الأدوات الدبلوماسية والسياسية والزيارات والملتقيات التي تقوم بها أو التي يقوم بها مسؤول الدولة المصرية، والتي يؤكدون دائما على عمق الربط الإفريقي مع الدولة المصرية وعلى عمق الانتماء الإفريقي، زائد أو إلى جانب الأدوات غير الرسمية، الأبعاد الشعبية والأبعاد التجارية والأبعاد الاقتصادية. وهذا هو النهج الجديد في العالم، في الربط القوة الإقليمية والقوة الدولية بالقارة الإفريقية، لم تصبح فقط هي أدوات رسمية، لم تصبح فقط هي اتفاقيات ومعاهدات، إنما باتت الأدوات غير الرسمية تلعب دورا وتمهد للأدوات غير الرسمية للأدوات الرسمية آسف الطريق إلى الفعل وإلى التأثير القوي. فالدولة المصرية تدرك هذه الرابطة وتعمل على تقوية هذه الرابطة. الدولة المصرية تساعد اقتصاديا، الدولة المصرية باتت توجه استثماراتها المحلية نحو الدول الإفريقية، الدولة المصرية باتت تقدم مساعدات طبية، الدولة المصرية باتت تهتم وتتدخل في القضايا الإفريقية، الدولة المصرية بقوتها الناعمة وقوتها الغير الناعمة تلعب دور داخل الدول الإفريقية، وهذا طبيعي لأن هذا امتداد طبيعي للدولة المصرية. وبالتالي تحاول هذه الأدوات غير الرسمية، تحاول هذه الأدوات الشعبية والأدوات الاقتصادية والأدوات الإعلامية وأدوات القوى الناعمة أن تمهد السبيل إلى الأدوات الرسمية. تعمل الدولة المصرية على الربط، تعمل الدولة المصرية على القيام بهذا الدور، تعمل الدولة المصرية على تقوية هذه الروابط. وأعتقد إن احنا نجحنا في خلال الكام سنة اللي فاتوا نجاح باهر في إعادة هذا الدور وفي إعادة هذه الرابطة التي كانت مفتقدة إلى وقت كبير. طيب دكتور باسم، طبقة سياسية جديدة وصلت إلى سدة الحكم في عدد من الدول الإفريقية وكان لها شكل مختلف أو ربما مقاربات مختلفة لبعض مشكلاتها أو بعض مشكلات دول الجوار. وصول هذه الطبقة السياسية الجديدة إلى سدة الحكم في عدد من الدول الإفريقية كيف يمكن أن يؤثر في مستوى التكامل الإفريقي، خلق آليات عمل إفريقي مشترك، في إحداث وسائل تواصل بين الشباب الإفريقي بعضه ببعض؟ الحقيقة أن القارة الإفريقية إن كانت تواجه قبل ذلك معضلات أو معوقات نحو التكامل ونحو الربط ونحو التفاعل الإفريقي، فالنخب الجديدة الآن باتت تدرك أن هذا التفاعل هو السلم الأول أو هو الخطوة الأولى نحو إعادة الدور الفاعل داخل الأروقة العالمية. إن الدول الإفريقية وضعت أجندة 2063 التي تؤكد على أن إفريقيا تسعى لاستعادة دورها كفاعل قوي داخل النظام أو السياق العالمي. النخب الإفريقية باتت تضع على كاهلها جميعا أن استعادة هذا الدور هو الوظيفة الأولى وهي المهمة الأولى التي يجب أن تقوم بها. نحن قارة غنية جدا بكل الموارد، قارة بها كل شيء، قارة قوية، قارة تتحكم في خطوط التجارة، ولكن لسنا قارة فاعلة. أعتقد أن النخب الجديدة باتت تدرك هذه الحقيقة، باتت تدرك هذه المفارقة داخل الدول الإفريقية، وباتت تعمل على رأب الصدع بين هذا الفارق، بين القدرة وبين القدرة، بين القدرة الاقتصادية والمواردية الموجودة داخل القارة الإفريقية والقدرة السياسية الفاعلة والمؤثرة داخل السياق العالمي. هذه النخب يجب العمل معها، يجب العمل على تفاهمها، ولذلك هي محاولة للتقرب من هذه النخب عن طريق الشباب الإفريقي والشباب العربي. حتى الدول العربية باتت هناك نخب جديدة داخل العديد من الدول العربية، إذن هي محاولة لتغيير وجه هذه الدول العربية والإفريقية. الوجه الجديد وجه شاب، الوجه الجديد وجه يدرك المشاكل، الوجه الجديد وجه متعلم، والوجه الجديد وجه وطني، الوجه الجديد يحاول أن يسعى لتحقيق أهداف وطني. دعنا نرى ودعنا نراقب ما الذي يحدث داخل هذه الدول. دكتور باسم، أنت من الذين تحدثوا إلى الشباب الإفريقي، أتحدث عن الفئة الشابة تحديدا في القارة الإفريقية، سواء كان ذلك عبر بعض المنصات التعليمية أو من خلال المنتديات التي كنت تحضرها أو تتحدث إلى الشباب الإفريقي. حجم استيعاب الشباب الإفريقي لما يجري في مصر، للجهد الذي تبذله مصر واستعرضت بعض جوانبه لاستعادة التنمية في القارة الإفريقية برمتها بأن تكون مصر شريكا نزيها متجردا لا يصبو إلى بعض المغانم أو المآثر داخل القارة الإفريقية، كيف يتعامل الشباب الإفريقي مع معطيات كهذه؟ الحقيقة أن دي خبرة حياتية من خلال الاحتكاك بالشباب الإفريقي داخل كلياتنا، أو من خلال المشروعات والبرامج اللي بنشتغل عليها، أو من خلال المنتديات. هو شباب واعي جدا للدولة المصرية، شباب يعني على قدر كبير من الثقافة وعلى قدر كبير من التقدير لدور الدولة المصرية التاريخي، يعرفون كل ما يحدث داخل الدولة المصرية.
يرقبون دور الدولة المصرية، يسعون إلى هذا الدور، عندهم ثقة أنه دور محايد، ليس دور له أهداف أخرى أو أهداف خفية، ليس لنا أجندة خفية أو أجندة غربية ناس على تنفيذها، على عكس القوى الإقليمية الثانية، على عكس تركيا وإيران وإسرائيل، على عكس القوى العالمية اللي هم شايفينها أنها نمط جديد من أنماط الاستعمار. احنا يعني النظر لينا نظرة ثقة، وهو ده اللي خلى معظم الشباب الافريقي وحتى قادة الدول الافريقية على ثقة بقرار الدولة المصرية للاتحاد الافريقي نحو مزيد من الاستقلالية في القرار. كمان الثقة نابعة من طبيعة النخبة السياسية المصرية دلوقتي او من هو على رأس السلطة في مصر، هم لديهم ثقة في اداء هذا الرجل، في اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اداء الدولة المصرية، في اداء الدبلوماسية المصرية التي باتت في الدول الإفريقية لديها قبول بطبيعة استعادة الدور التاريخي. هم لديهم قناعات ولديهم مدركات نحو الدور التاريخي اللي قامت به الدولة المصرية، ويشعرون الدولة المصرية لها النسخة الجديدة من هذا الدور، النسخة الجديدة من الدولة المصرية الناصرية. ثبات الحديث الآن ماذا سيفعل على الدول الإفريقية؟ صوت ظرف مختلف تماما دكتور باسم، الظرف التاريخي والظرف السياسي، طبيعة الأزمات، حقبة التحرر الوطني، الظرفين مختلفين تماما، يعني حتى باختلاف الادوات التي يتعين التعامل من خلالها. بالضبط يا فندم، هم يعني القناعه ان كان عبد الناصر او ان كانت الدوله المصريه ساعدت الدول الافريقيه في حركه التحرر من الاستعمار الغربي بشكله التقليدي بشكل وجود القوات، فبات الدول الافريقيه نحن او توجه نحو ان الدوله المصريه ستقودهم الى التحرر من ازمات التخلف الاقتصادي، من ازمات الاستعمار الجديد، من ازمات الاستعمار الفكري، من أزمات التخلف والتبعية. فهم الآن يبحثون ليس فقط عن عملية التحرر من المستعمر بالمعنى السياسي، وإنما المستعمر بالمعنى الاقتصادي، وده اللي بيواجه الدول الإفريقية دلوقتي. بدا شعار هو شعار الاقتصاد نحو التنمية الاقتصادية التي ستقود إلى الاستقلالية عن الإرادة الغربية. وأعتقد أن الدولة المصرية ب 30 يونيو نجحت في تقديم هذا النموذج، وهم لديهم ثقة في هذا النموذج، أن الدولة المصرية كسرت هذا النموذج. دكتور باسم، المعطى اللي حضرتك تحدثت عنه في هذه اللحظه تحديدا مرتبط بما يطلق عليه التكالب الجديد او الاستعمار غير النمطي، الاستعمار المستحدث الذي لا يستخدم الادوات العسكريه التقليديه القديمه. في ضوء كل ما اشرت اليه من رغبه مصريه في استعاده القاره الافريقيه وان تعود مصر مباشره الى موقع طبيعي وتقليدي ومفهوم تماما في عمقها الافريقي، هذا يعني بالضروره ان المستعمرون الجدد او ان اهل الحقب الجديده من الاستعمار لن يقفوا ليصفقوا مثلا لمصر وهي تعيد بناء قواعد المجد في القاره الافريقيه. كيف يمكن فهم العلاقه بين هذه القوه وبين مصر الراغبه في استعاده دورها من جديد؟ بالضبط يا استاذ احمد، هو ده التخوف الاساسي، واعتقد دي المواجهه الاساسيه للمشروع المصري او للنموذج المصري. ما يخشى عليه او ما نخشى عليه كمتابعين النموذج المصري، الداخل مهم ووحده الصف و بس التحدي الاكبر هو ان يستقوي هذا الداخل بعناصر من المستعمرين الجدد، وده اللي ظهر، ده اللي ظهر في طبيعه. يعني دعونا نفسر شكل العلاقه ما بين الدوله المصريه والدوله التركيه، شكل العلاقه بين الدوله المصريه والدوله الايرانيه، شكل او موقف الدوله القطريه. انا مع حضرتك ان هذه ليست بالقوى الاقليميه المؤثره، ولكن هم وكلاء لاطراف خارجيه، لقوى استعماريه لديها مصالح داخل القاره الافريقيه. هل هذه المصالح تتعارض مع الدوله المصريه؟ من الطبيعي ان تتعارض، لان يشعرون ان الدوله المصريه تقدم نموذج مستقل. هل ستنجح الدولة المصرية في هذه المواجهة؟ نأمل ونتابع، لكن بناء الثقة مع الدول الإفريقية هو الحائط الصد الأول ضد هذه التوجهات من القوى الاستعمارية الإقليمية على الأقل. شكرا جزيلا لك الدكتور باسم رزق، المدرس بكلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة. عبر الهاتف أيضا ينضم إلينا الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. دكتور أسامة، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما حدث بالفعل تقارب بين الشباب العربي والشباب الإفريقي بأن يلتئم جمعهم إلى طاولة واحدة يناقشون فيها بعض أو أغلب شواغلهم؟ ما المرجو، ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما وصلنا إلى هذه الغاية؟ بداية تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا هو هدف مهم جدا، نحن نتحدث عن كتلتين كبيرتين للغاية، الشباب الأفريقي والشباب العربي. نتحدث عن كتلة يتجاوز تعدادها تقريبا أكثر من نصف مليار مواطن، نتكلم على قارتين أو امتداد جغرافي كبير جدا ومنطقة مهمة للغاية. زي ما كان ضيفك الكريم بيتحدث منذ قليل،
افريقيا بالنسبه للعالم الان مساله مهمه جدا. افريقيا هي قاره المستقبل بالنسبه للعالم. المنطقه العربيه ايضا منطقه استراتيجيه، لكن هذا قد ياتي وبالا على القاره الافريقيه ان ينظر اليها هذه النظره. اي شيء ممكن ان يكون فرص وتحديات. نعم. المهم ان تتعامل مع هذا الطرح بشكل ان تحوله الى فرصه او تحوله الى تحديات. هي طبعا هناك اطماع حقيقيه في افريقيا ولا زالت، وانا بتفق مع ضيفك الكريم فان ربما الاستعمار السياسي زال عن القاره الافريقيه، لكن الاستعمار الثقافي والاقتصادي لم يرحل عن القاره، بالعكس للاسف الشديد بيتجذر وبيتوطن بشده نتيجه فشل مشروعات التنميه في كثير من دول القاره والاطماع الخارجيه العديده في القاره الافريقيه. هي ايضا المنطقه العربيه منطقه مهمه للغايه، رغم كل ما يقال عن ان كثير من النفوذ وكثير من الاهميه الاستراتيجيه لهذه المنطقه تراجعت بسبب الاوضاع الداخليه، لكن الحقيقه هذه الاوضاع الداخليه وما رايناه من ثورات واضطرابات هو تاكيد على ان هذه المنطقه ما زالت تحظى باهتمام عالمي كبير وبتدخلات دوليه كبيره. اعتقد ان جلوس الشباب العربي والشباب الافريقي على طاوله نقاش واحده مساله مهمه للغايه، ليس فقط من قبيل فكره حوار الجنوب جنوب المنتشره في كثير من المنتديات الدوليه، لكن اعتقد انه لانه دوله مثل مصر وبكل ما لديها من زخم وبكل ما لديها من تاريخ وبكل ما لديها من تاثير سياسي وحضاري، اعتقد انها القادره على احياء فكره مره اخرى التنمية المستقلة وفكرة الأفكار بعيدة عن الأجندات الدولية وعن الأولويات المتعلقة بالدول المتقدمة. من حق الشباب العربي ومن حق الشباب الإفريقي أن يعلو صوته وأن يقول وأن يقدم رؤيته للعالم لإصلاح بلاده وإصلاح المنطقة التي يعيش فيها وتقديم نفسه إلى العالم كقوة مؤثرة. أعتقد أن ده هدف في حد ذاته. أيضا هو نوع من أنواع الدبلوماسية الجديدة، إذا رأينا يعني المنتديات الشبابية سواء من منتدى الشباب العالم ثم الان لدينا المنتدى الشباب العربي الافريقي، اعتقد ان هذه هي نوع من انواع الدبلوماسيه الجديده التي تؤثر على صانع القرار وتطرح امام صانع القرار في هذه الدول وفي هذه المناطق رؤى مختلفه ورؤى مغايره تعبر عن طموحات هذه الشعوب الكبيره. هي ايضا هذه الشعوب تشترك في تركيبه سكانيه متشابهه الى حد كبير، اكثر من 60% من تعداد هذه المنطقه من الشباب، وبالتالي عندما يعلو صوت الشباب عندما يقدم رؤيته عندما يطرح ما يشغله، اعتقد ان ده في حد ذاته مساله مهمه للغايه وخطوه كبيره على مسار تاكيد دور الشعوب في صناعه قرارها وفي بناء مستقبلها. النمط المختلف من الدبلوماسيه الذي تشير اليه دكتور اسامه، هل يمكن ان تجنى ثمرته في القريب العاجل؟ لان البعض كان يقدر تماما او يتفهم او يدرك حقيقه ان هناك جهدا دبلوماسيا حتى وان اتى من راس الهرم السياسي المصري عبر الجولات المستمره التي يقوم بها الرئيس السيسي في اطار العلاقات الثنائيه او في اطار الملتقيات الافريقيه الاكثر تجمعا. هذا قد يبدو للبعض مفهوما تماما، لكن في المقابل مساله خلق قنوات الاتصال وخلق البيئات الثقافيه المشتركه بين شعوب القاره الافريقيه والمنطقه العربيه الشباب الافريقي بعضه وبعض، هل يمكن ان تجنى ثمرته ايضا؟ بالتاكيد، يعني لا انا لا ارى فرقا او لا ارى خلافا ما بين التوجهين. فكره التحرك السياسي الرسمي من قبل القياده السياسيه المصريه بهذه الكثافه وبهذا النشاط وبهذه الرؤيه الحقيقه اللي بتنظر الى السياسه الخارجيه المصريه بانها ليست اسيره لطرف واحد او اتجاه واحد، ولكنها بتنوع من روافدها ومن مواردها للنفوذ وللتحرك سواء مع دول شرق اسيا، مع دول الافريقيه، مع دول امريكا اللاتينيه، مع اوروبا، مع شرق اوروبا. هي هذه التحركات الواعيه والتي بتنطلق من رؤيه حقيقيه لتنويع الموارد والعلاقات المصريه العالميه مع كل دول العالم ومع كل القوى المؤثره والصاعده في العالم، هي لا ارى بينها وبين ايجاد قنوات جديده وايجاد دبلوماسيه جديده وايجاد روافد جديده، والحقيقه هي مستقبليه، واذا جاز التعبير ان نقول عليها انها دبلوماسيه مستدامه. نعم. يعني انها بعيده المدى لانها تركز على بعد طويل وبعيد المدى. هذه القيادات الشابه التي تراها اليوم بتجتمع في مصر سواء في اسوان او في شرم الشيخ او في القاهره، هذه القيادات الشابه هي قيادات المستقبل لبلدانها. من هؤلاء الشباب سترى وزراء وسترى رؤساء وسترى مستشارين لدولهم وسترى مؤثرين في منظمات المجتمع المدني في دولهم. الحقيقه عندما تجمع هؤلاء جميعا لديك تقدم رؤيتك وتستمع الى رؤاهم،
الحقيقة أنت بتطور قنوات جديدة فتؤتي ثمارها ليس فقط في الحاضر ولكن أيضا في المستقبل. هي أنه المستقبل لا يصنع غدا لكنه يصنع اليوم. بالتالي أنت كدولة دكتور أسامة يعني هناك مساران متنازعان، مسار أول يقول بأن هناك إدراكا إفريقيا بأن خلق التنمية الحقيقية داخل القارة الإفريقية وهي تنمية مكلفة جدا على المستوى الاقتصادي وباهظة الثمن حتى وإن كان مردودها مؤكد تقريبا تماما، لكن هذه التنمية لن تخلق إلا بشراكات مع الشركاء الغربيين ومع الشركاء الدوليين الفاعلين سواء كانوا دول أو مؤسسات ومنظمات عالمية، هذا جانب. وهناك المسار الآخر أو الجانب الآخر الذي يرى خشية حقيقية من تطلعات وطموح غير محدود تقريبا لعدد كبير من الدول الغربية وبعض المؤسسات الدولية أو الإقليمية. كيف يمكن النظر إلى هذين المسارين؟ اولا يمكن النظر اليهم من خلال ما هي الرؤيه الذاتيه وما هي المصلحه الذاتيه لدول القاره الافريقيه في الحصول على هذه التنميه. هل هذه التنميه بالفعل تعبر عن اولويه وعن مصلحه افريقيه؟ بالتاكيد نعم. كيف نحقق هذه التنميه؟ هناك العديد من الافكار وهناك العديد من الطروحات اللي ممكن ان نقدمها، لكن اعتقد انه اجابتي على سؤال حضرتك هي ان نكون كتله موحده وان يكون هناك تفاوضا جماعيا من اجل بناء التنميه في افريقيا. بمعنى كل دولة إذا صارت في مسار منعزل وصارت في مسار منفصل ربما لن تحصل على ما تريد وما تستحق من ثمار التنمية. الدول الإفريقية دفعت ثمنا باهظا للاستعمار الأوروبي والاستعمار الرجل الأبيض، ولا بد أن تفاوض بشكل جماعي للحصول على ثمن ومقابل لهذه الثروات اللي استنزفت والموارد البشرية التي استنزفت من هذه القارة. وبالتالي هذا لن يتحقق إذا ما تفاوضنا كدول منعزلة أو كجزر منعزلة. أعتقد أن التفاوض الجماعي مسألة مهمة للغاية. أيضا التفاوض الفردي والمحاولات التنموية الفردية يمكن أن تؤدي بنا إلى السقوط في فخ الاستعمار الجديد والسيطرة مرة أخرى على موارد هذه الدول وأن تصبح طمعا بالقوى الكبرى. لكن أعتقد إذا كنا كتلة موحدة، يعني إذا كنا نتحدث باسم الاتحاد الإفريقي أو باسم الكوميسا أو باسم مجموعة من التنظيمات والتجمعات الإقليمية الإفريقية. لكن دكتور أسامة حضرتك تتعامل مع معطى يقول بأن هناك دولا غربية أو دولا أتت من خارج القطر الإفريقي حتى وإن كان الفاصل الجغرافي بينها وبين القارة الإفريقية كبير وكبير للغاية، هذه الدول رسخت أقدامها تماما على مدى السنوات الماضية واقتلاع هذه الأرجل أو خلخلتها حتى لن يكون أمرا هينا ولا سهلا. بالتأكيد، لأن هذه لعبة مصالح في النهاية. هذه الأطراف تبحث عن مصالحها، وبالتالي نحن لا نريد أن ندخل في صراعات ولكن نريد أن نوضح وجهة النظر أن التنمية الإفريقية هي مصلحة لشعوب القارة الإفريقية وهي أيضا مصلحة لهذه الدول اللي بتعمل شركاتها وبتحسد استثماراتها وبتجني أرباح من الاستثمار في إفريقيا. ولكن ما أريد أن أؤكده أن التفاوض الجماعي وأن التوحد الإفريقي والوحدة الإفريقية يمكن أن تأتي بنتائج أكثر عمقا وأكثر شمولا وأكثر فائدة للشعوب الأفريقية من التفاوض الفردي والدخول في تجارب تنموية فردية. وأعتقد أن ده اللي بتحاول السياسة المصرية أنها تقوم من خلاله. لو رأينا واستطلعنا مجموعة الجهود اللي قامت بيها القيادة السياسية في مصر سواء من توحيد التجمعات الإفريقية الاقتصادية وإعلان السوق الإفريقية المشتركة، من إعلان أو الدخول في تفاوض مباشر مع الدول الأوروبية من خلال الاتحاد الإفريقي ومن خلال المنظمات الإفريقية الموحدة، أعتقد أن ده ربما يأتي به المزيد من المزايا وأيضا ربما يترجم من قبل القوى الغربية والقوى الكبرى التي تريد أن تستثمر في إفريقيا، ربما تعبر عن مصالح أكبر لأنها ساعتها لن تتفاوض مع دولة أو لن تحقق مصلحتها في دولة ولكن يمكن أن تحقق مصلحتها لكل دول القارة. أيضا جزء مهم جدا، لابد ألا نلقي بأوراق اللعبة كلها في يد طرف واحد. نعم. لدينا أطراف دولية كثيرة مهتمة، وهذه كانت خطيئة كبرى تقليدية من الأفارقة ومن غيرهم أن أن يوضع البيض كله في سلة واحدة. بالتأكيد، وبالتالي احنا لدينا الآن قوى عالمية صاعدة على الساحة الدولية. لدينا الصين على سبيل المثال ولديها اهتمام كبير بالقارة الإفريقية. ما هي الصين واحدة من الدول التي رسخت أقدامها وتغلغلت كما لم تتغلغل غيرها، يعني الصين التي كان الاحتياط النقد الأجنبي لديها يزيد على 4 تريليون دولار، فقدت منهم تريليون دولار لأجل استثمارات إفريقيا حتى وإن كانت استعادت مؤخرا هذا التريليون المفقود، لكن الصين التي صرفت تريليون دولار استثمارات في القارة الإفريقية لن تخرج فقط لمجرد أنها تريد الخير للقارة الإفريقية حتى وإن كان هذا في حقيقة نواياها. يعني
بالتأكيد بالتأكيد. أولا لا يمكن أن نتحدث عن استثمار بدون عوائد وبدون أرباح. هذه الدول الكبيرة بتحاول أنها تستثمر زي ما حضرتك تفضلت هذه الوفرات النقدية الموجودة عندها بشكل يحقق لها الربح ويحقق لها الفائدة. لكن إذا نظرنا إلى دولة على سبيل المثال مثل الصين تجد أنها دولة ليس لديها تاريخ استعماري في إفريقيا على سبيل المثال زي دول أخرى. ليس لديها أطماع توسعية أنها تتواجد وتكون لديها قواعد عسكرية في هذه المناطق. ليس لديها طب هي حقيقة أصبح لها قاعدة عسكرية في أفريقيا يعني خلاص يعني الأمور هي إذا كان هذا أمر تاريخي الآن أصبح مختلف فيما يتعلق بتأمين خطوط التجارة وغيرها من هذه الأهداف. بالتأكيد هي لديها يعني طموحات أنها تكون عضو فاعل أو عنصر فاعل في منظومة التوازن الاستراتيجي العالمي. لكن أعتقد أنه على سبيل المثال دول زي الولايات المتحدة دول حتى زي تركيا. تركيا لديها مشروع سياسي ومشروع استعماري لإحياء العثمانية القديمة بثوب جديد من خلال التغلغل لإفريقيا. لديها أطماع فيجب على إفريقيا أن تحذر جيدا وأن يعني تتكشف الخطوات القادمة وأن تتكشف هؤلاء القادمين بقوة إلى القارة لتأخذ ما يتوافق مع مصالحها وترفض أن تكون جزءا في لعبة سياسية وجزءا في مشروعات استعمارية كبيرة. بين أيضا دولة مثل إسرائيل لديها مشروعات كبيرة ولديها أطماع واسعة في إفريقيا ليس فقط لتحقيق مصالحها ولكن للإضرار بمصالح المنافسين لها في المنطقة وأعني بها مصر تحديدا. وتحقيق مصلحتها يتعارض تماما مع المصلحة الإفريقية والمصلحة العربية قولا واحدا حتى وإن لم تأتي شاهرة سلاحها. تحقيق مصلحة دولة الاحتلال في منطقة ما هو يعني بالضرورة أن يأتي كمدار على الغير وتحديدا العرب. وللأسف بعض الدول الإفريقية يعني لا ترى هذه الرؤية ولا تنظر إلى موضع أقدامها وتتعاون مع دولة إسرائيل بشكل للأسف الشديد بينتقص من مصالح هذه الدول وبيفيد فقط المشروع الصهيوني الإسرائيلي ولا يفيد مصلحة التنمية الإفريقية. ولكن يعني في النهاية طبعا لا نتدخل في شؤون دول ولكن نحاول أن طيب دكتور أسامة معلش يعني الحوار الإفريقي العربي قد يكون مفهوما في إطار عرب إفريقيا. الحوار الإفريقي الإفريقي في إطاره الواحد يجمع أعراق مختلفة العرب وغيرهم قد يبدو هذا مفهوما. لكن ماذا عن عرب آسيا؟ ما الذي يريده أو ما الذي يتصوره هذه الشريحة الشبابية من عرب آسيا مثلا عن نظرائهم في القارة الإفريقية؟ ما الذي يرجوه الأفارقة من نظرائهم في المنطقة العربية بعيدا عن عرب إفريقيا مثلا؟ هي أنه سواء الطرفين سواء الأفارقة أو سواء عرب آسيا زي ما حضرتك صنفتهم وإن كان التصنيف هنا ربما يعني تصنيف جغرافي على المستوى الجغرافي فقط. نعم. بالضبط لأنه في النهاية مثلا دول زي دول الخليج مهتمة جدا بالأمن في البحر الأحمر. نعم. لأنه في النهاية ده شريان استراتيجي بالنسبة لهذه الدول وبالتالي هم ليسوا بعيدين تماما عن قارة إفريقيا. صحيح. دولة مثل عمان كان لديها تاريخ طويل جدا. نعم. من التواجد في شرق إفريقيا وبالتالي أعتقد أنه هذا الفصل الجغرافي ليس موجودا على أرض الواقع. رأينا دور مهم جدا لدولة الإمارات الشقيقة في الصومال وفي المفاوضات ما بين إثيوبيا وإريتريا. نعم. لدينا وبالتالي هناك شواغل عربية أسيوية إنجاز التعبير بما يحدث في إفريقيا لأنه في النهاية هذه المنطقة قريبة جدا من النطاق الجغرافي للدول العربية الأسيوية وبالتالي هي مؤثرة للغاية على أمنها وعلى وضعها الاستراتيجي. لدينا أيضا حركة النفط اللي بتخرج من الخليج وتجوب العالم مهم جدا أنها يتم تأمين التواجد في منطقة شرق أفريقيا وغيرها. أيضا هناك تطلع إفريقي أيضا باستثمار الوفرات النقدية لدى كثير من دول الخليج ولديها استثمارات في دول غربية كبيرة أن تتجه هذه الاستثمارات مرة أخرى إلى الدول الإفريقية وربما تكون أكثر ربحا وأكثر فائدة للمشروعات التي يتم استثمارها في أوروبا أو في الولايات المتحدة على سبيل المثال. فأعتقد أنه المصلحة هنا متبادلة مصلحة. طيب يعني بالطرق على الحديد وهو ساخن وحضرتك أشرت إلى جزئية ربما هي التي يعني جعلت هذه الفكرة تقفز إلى ذهني وأسأل حضرتك عنها. هل صاغ العرب أصلا رؤية واحدة سواء كانوا عرب آسيا أو عرب إفريقيا مع تحييد مسألة أننا نسأل فقط في إطار الحيز الجغرافي؟ هل صاغ العرب فكرة واحدة مجتمعة مرتبطة بإفريقيا؟ هل هناك قدر من التكامل في الأدوار العربية داخل القارة الإفريقية ولا المسألة ستكون محكومة بإطار التنافس حتى وإن كان تنافسا محمودا غير مذموم؟ إجابتي هتكون للأسف فعلا لم نتمكن من صياغة رؤية واحدة. للأسف الشديد العرب لم يصوغوا رؤية عربية موحدة تجاه كثير من التحديات اللي بتواجههم. بالعكس التنافس والصراع الداخلي العربي وارتهان بعض الدول لمشروعات غير عربية وارتهان بعض الدول
العربية لمشروعات إقليمية لا مصلحة للعرب فيها للأسف الشديد، بيضر بالوجود العربي وبيضر بالمشروع العربي وبيضر بالمصالح العربية في التفاوض مع القوى الخارجية ومنها أو القوى الإقليمية الأخرى والتجمعات الإقليمية ومنها الدول الإفريقية، دول أمريكا اللاتينية، دول أوروبا. أعتقد أنه علينا أن احنا نتوحد داخليا قبل أن نطالب الآخرين بالتعاون معنا ككتلة موحدة، ولكن واقعيا وللأسف الشديد هذا غير موجود. التوحد بشكل كامل قد يبدو أمرا مستبعدا ولا يفتش عنه إلا ربما بعض الحالمين، لكن ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يجمع صيغة عربية أقرب لأن تكون موحدة؟ لأننا كما يعلم الكل موحدة هذه قد تبدو صعبة وبعيدة تماما، لكن ما هو الحد الأدنى من التوافق في الموقف العربي حيال القارة الإفريقية أو حيال القضايا الإفريقية بشكل عام؟ الحد الأدنى هو تحقيق المصلحة المشتركة، تحقيق الوجود العربي في مقابل مشروعات أخرى لا تريد الخير للمنطقة العربية ولا المنطقة الإفريقية. أعتقد أنه على الأقل أنه لا يكون هناك صراع ساخن فيما يتعلق بصراعات النفوذ في كثير من المناطق، أن يكون هناك تفهما مشتركا حتى في سياق الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، لكن يكون هناك تفاهم مشترك لمصالح المصالح العربية من إحلال السلام في كثير من مناطق الصراعات، في إحلال السلام في إفريقيا، من الاستثمار والدخول بشكل مشترك في مجال التنمية الإفريقية. أعتقد أن هذا هو الحد الأدنى وهو هذا هو الحد الواجب على الأقل أن يعني نطلع العالم عليه أو نخرج للعالم من خلاله. لكن الخروج بشكل للأسف الشديد، بعض الدول تحاول أن تلتف على جهود دول أخرى لإحلال السلام بأن تزكي الصراعات في دول القارة الإفريقية، للأسف الشديد هذا يؤثر على الصورة العربية. تمويل بعض الدول العربية للأسف الشديد لبعض التنظيمات الإرهابية في العدد في عديد من الدول الإفريقية وفي الدول العربية نفسها، يعني هذا أيضا يضر بالصورة العربية وهذا يؤثر ويفشل الجهود العربية في إحلال السلام في الكثير من دول القارة. أعتقد أن هذا التنافس غير المحمود بين الدول العربية بعضها البعض يؤثر على صورتنا ويؤثر على جدوى وفاعلية ما تبذله القيادة المصرية وما يبذل من بعض القوى العربية الكبرى في إحلال السلام سواء في المنطقة العربية أو في القارة. على مدار 5 سنوات أو أقل تقريبا هي عمر الإدارة المصرية الحالية ومنذ لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، حجم الجهد الذي بذل لاستعادة الدور المصري في إفريقيا وإدراك الإدراك اليقيني من أن القارة الإفريقية تشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي لا يمكن الفكاك عنها، حجم ما بذل من مجهود كان ضخما وضخما للغاية، ماذا عن حجم استيعاب القارة الإفريقية لهذه المجهودات ولسلامة النوايا المصرية تجاه قضايا القارة الإفريقية؟ باطمئنان شديد وبرؤية بحثية ورؤية متابع، أعتقد أنه ما بذل في 5 سنوات الماضية ربما لم يبذل في 40 سنة من عمر السياسة المصرية. أعتقد أن التقبل الإفريقي والإدراك الإفريقي مهم جدا، بالعكس أفريقيا تحتاج إلى مصر بقدر ما تحتاج مصر إلى أفريقيا. هناك إدراك واستيعاب كامل للرغبة المصرية الحقيقية والمخلصة في العودة إلى القارة الإفريقية. يمكن رأينا ذلك في الاستجابة لكثير من الدعوات المصرية فيما يتعلق بتوحيد بعض التكتلات الإقليمية خاصة على المستوى الاقتصادي، رأينا ذلك من خلال الالتفاف حول القيادة المصرية في توليها للاتحاد الإفريقي لعام 2019، رأينا ذلك في مساندة كثير من الدول الإفريقية وتغيير بعض مواقفها فيما يتعلق بالشواغل المصرية مثلا من سد النهضة على سبيل المثال. كانت هناك دول إفريقية مؤيدة للرؤية الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة، لكن بعد عودة مصر القوية إلى إفريقيا وبعد توضيح وتبيين وجهة نظرها المبنية على حقوق مشروعة يكفلها لها القانون الدولي وللمصلحة العامة، أعتقد أن كثير من الدول الإفريقية ومقدمتها دول حوض النيل بدأت تتفهم الرؤية المصرية وتتفاعل معها بشكل إيجابي. أعتقد أن كل دي مؤشرات على قدرة الدبلوماسية المصرية وقدرة السياسة الخارجية المصرية أنها تستعيد تواجدها وتستعيد زخمها في القارة السمراء اللي هي كانت واحدة من أهم القوى الفاعلة على الساحة الإفريقية. مصر كانت هي المؤسس للاتحاد الإفريقي عندما كان مسمى منظمة الوحدة الإفريقية، مصر هي التي سندت حركات التحرر الإفريقي من الاستعمار، مصر تقود الآن جهد تنموي مهم جدا في القارة الإفريقية ودعم كبير
في القارة الأفريقية. أعتقد أن كل ده محل تقدير ومحل احترام ومحل اهتمام من جانب القارة الأفريقية، لكن هذا الاهتمام وهذا التقدير لابد أن يترجم من خلال التجاوب الفعال مع القرارات والرؤية المصرية التي تريد صالح هذه القارة وتريد مصلحة هذه المنطقة من العالم. أخيرا دكتور أسامة، وأنا أعتذر من حضرتك على الإطالة، لكن بمناسبة قضايا النيل، مصر منذ بدء التفاوض، تحديدا التفاوض في مرحلته الأخيرة على مدى السنوات الخمس أيضا الماضية، قالت إنها تتفهم كل شواغل التنمية التي تشغل بال الدول الإفريقية المختلفة، أكثر من ذلك بأنها قد تمد يد العون لتقديم كل هذه الخدمات التي من شأنها أن تلبي الاحتياجات التنموية لهذه الدول الإفريقية. والنموذج الأخير كان إسهام مصر في بناء سد ستيغلر جورج في تنزانيا بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي وعبر عملاق الإنشاءات المصري الوطني شركة المقاولون العرب. هل بات الأفارقة يدركون حقيقة أن هناك سلامة في النوايا المصرية تجاه تلبية متطلبات التنمية في القارة الإفريقية، وبالتالي يمكن المضي قدما في شراكة إفريقية حقيقية في مياه النيل وفي غيرها من القضايا؟ لا أعتقد أن هذا التصديق وهذه الرؤية الإيجابية للجهود المصرية أعتقد أنها موجودة بالفعل. زي ما قلت لحضرتك، مصر بتدير علاقاتها مع دول القارة الإفريقية من خلال مبدأ المصالح المشتركة ومبدأ التعاون والإخاء المشترك ما بين كل دول القارة. حتى في إدارتها لملف سد النهضة لم يعني تسقط في فخ تسكيت الصراع أو الوصول إلى حد المواجهة، بالعكس دائما كانت بتغلب الحلول الدبلوماسية وكانت بتغلب الرؤية المشتركة والتعاون المشترك. الحقيقة أن مصر أيضا قدمت رؤى مختلفة لإدارة هذا الملف بأنها تعظم الفوائد المشتركة، زي ما حضرتك تفضلت سد السد في تنزانيا اللي بتساهم فيه مصر، ده واحد من المشروعات المهمة للغاية. مصر أيضا تقدمت بمشروعات أخرى لزيادة إيراد نهر النيل، للحقيقة معظمه بيتبدد في المستنقعات وفي الأحراش وبيذهب سدى ولا تستفيد منه دول القارة. هذا بالتالي لن ينعكس فقط على مصر ولكن ينعكس على لكن دكتور أسامة، هي المسألة أيضا محكومة بتدخلات آخرين، يعني المسألة ليست علاقة إفريقية ولا تفاوض إفريقي خالص. يعني بالتأكيد هناك طبعا يعني تدخلات وهناك قوة أخرى لا تريد مصر أن تعود إلى إفريقيا. بالمناسبة كثير من القوى الإقليمية على الأقل لم تستطع أن تضع قدمها في إفريقيا إلا عندما انسحب الدور المصري من القارة السمراء، وبالتالي عودة مصر إلى هذه القارة الشابة والقارة الواعدة وهذه العودة القوية من خلال الدور المصري أعتقد أنه يزعج كثير من القوى الإقليمية التي لا تريد لمصر أن تكون لها موضع قدم في قارة إفريقيا، وبالتالي لا نتوقع أن يكون الطريق ممهدا ولا مفروشا بالورود. أعتقد أن صانع القرار في السياسة المصرية يدرك ذلك جيدا ويعرف ذلك أن هناك مخاطر وهناك محاذير وهناك مقاومة وهناك حواجز ستوضع وعقبات ستوضع في الطريق أمام الجهد المصري، لكن أعتقد أن مصر لديها من الرؤية ولديها من الحكمة ولديها من الأدوات التي تمكنها من تنفيذ رؤيتها ومن التعاون ومن القدرة على إقناع الأشقاء الأفارقة بأن ما تقوم به ليس يعبر لا يعبر فقط عن مصلحة مصرية منفردة ولكن يعبر عن مصلحة القارة، وأن التعاون مع مصر لن يكون على حساب تعاون مع قوى دولية أخرى ولكن أيضا يمكن أن يصب في مصلحة التعاون الإفريقي المشترك والتعاون الإفريقي الدولي المشترك. شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار، منضما إلينا عبر الهاتف. في انتظار إذن أن يلتئم جمع المشاركين الأفارقة والعرب على حد سواء غدا في مدينة أسوان، واحدة من أبهى وأجمل مدن الجنوب المصري، ليس الجنوب المصري فحسب إنما واحدة من أجمل مدن العالم حسب كل الزائرين لها. ميزات عدة تتمتع بها محافظة ومدينة أسوان جعلتها وبحق جديرة بأن تكون عاصمة للشباب الإفريقي. استعد المحافظة لاستقبال ملتقى الشباب العربي والإفريقي والذي ينطلق فيها بدءا من الغد وحتى 18 من هذا الشهر. محافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية وعروس النيل، حباها الله بمميزات عدة جعلتها واحدة من أكثر المحافظات جمالا في العالم أجمع. يأتيها الجميع من كل حدب وصوب ليشعروا بدفء شمسها ويتمتعوا بمناظرها الخلابة. تتمتع تلك المحافظة التي تمثل حلقة الوصل بين مصر وأفريقيا بالعديد من الأنماط السياحية كالسياحة البيئية والتسويقية والعلاجية والنيلية، مع تمتعها بآثار فرعونية ومتاحف ومعابد جعلتها قبلة عالمية وعاصمة للشباب الإفريقي.
تقع محافظة أسوان على بعد 879 كيلومترا من العاصمة القاهرة، وتمتد بطول 480 كيلومترا حتى الحدود مع السودان، وسماها القدماء المصريون سونو، إذ كانت ملتقى التجارة ومحط القوافل التجارية القادمة من وإلى النوبة. على أرضها بني السد العالي الذي يعتبر معجزة هندسية من معجزات القرن العشرين، ويعد واحدا من أكبر السدود في العالم. وعلى أطرافها دشن ميناء قسطل الذي يربط مصر بالسودان، وعلى ضفاف نهرها تناثرت الجزر النباتية التي تتميز بتنوعها وندرتها أيضا. ويأتي على رأس أبرز الوجهات السياحية في المدينة معبد أبو سمبل ومعبد فيلا ومعبد كومومبو ومتحف النوبة وجزيرة النباتات ومتحف النيل، لتصبح مركزا لتلاقي الحضارات بين أحضان طبيعة الخلابة. وتمتلك أسوان موروثا حضاريا وثقافيا يضم العديد من الحرف والصناعات البيئية والمشغولات اليدوية والفنون الشعبية والتراثية، ليجعل منها بانوراما من الفن والإبداع والتراث الإنساني. أسوان جوهرة الجنوب المتلألئة عبر العصور، والتي ساهم موقعها الفريد بأن تكون بوابة مصر لأفريقيا عبر السودان، قررت القيادة السياسية أن تكون عاصمة للشباب الإفريقي لتحتضن ملتقى الشباب العربي والإفريقي وتبعث رسالة سلام للعالم أجمع من على أرضها. هذه إذن مدينة أسوان التي ستستقبل الذاهبين إليها من القارة الإفريقية ومن المنطقة العربية للتباحث والحديث بشكل مباشر بين الشباب وبين صناع القرار في الدول العربية والإفريقية. مصر التي كانت حاضرة دوما للقارة الإفريقية لكل قضاياها، وحاضرة دوما في كل مشكلاتها. مصر التي تصر بشكل دائم على أن القارة الإفريقية تشكل ركيزة معتبرة من ركائز أمنها القومي، وأن ما يشغل بال القارة الإفريقية بأكمله يشغل بال مصر على الدوام. الدكتور أشرف سنجر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور أشرف أهلا وسهلا بحضرتك. وادي النيل ممر للتكامل العربي الإفريقي، هذا سيكون واحدا من بين ما سيطرح على مائدة مستديرة للنقاش. إلى أي مدى يمكن بالفعل تفعيل وادي النيل بحسبانه ممرا حقيقيا للتكامل العربي الإفريقي؟ بالتأكيد التنمية المستدامة أهم شروطها هو علاقات سياسية متطورة مستقرة بين الدول الجوار، طبعا دول وادي النيل وكل من يرتبط النيل، السودان وما بعد السودان، أثيوبيا، تنزانيا، دي كلها يعني جزء مهم من مشروعات متكاملة ترتبط بعقيدة راسخة للسياسة الخارجية المصرية وعقيدة راسخة للرئيس السيسي بأن التكامل والسلام والدعوة إلى المحبة بين الشعوب يجب أن يكون محور اهتمام القادة السياسيين، محور الشباب، محور لقرارات السياسة الخارجية من كل دولة في هذه المنطقة بل في أفريقيا، وده جزء مهم من ملتقى الشباب العربي الأفريقي التي تحتضنه مصر صاحبة رؤية متطورة في السياسة الخارجية بدمج مصر مرة أخرى، استعادة دور مصر الدولي، استكمال لكل دور يقدمه الرئيس والشعب المصري لكل العالم وإلى أفريقيا. دكتور أشرف، إذا كانت مصر تلعب هذا الدور وتلعبه بفاعلية وحاولت بشكل كبير على أن تقدم قنوات الاتصال بين الشباب وبين القيادة السياسية في مصر، ومحاولة تفعيل أيضا قناة الاتصال بين الشباب وبين القادة وصناع القرار والمسؤولين الدوليين في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية بطبيعة الحال، هل يؤمن الشباب بحقيقة أن هناك ضرورة لخلق هذه الآلية من التواصل بين الشباب وبين القيادة السياسية، ولا بحكم التطورات التكنولوجية والسياسية الحاصلة مؤخرا فالشباب ربما يظن أنه في غنى عن هذه الآلية؟ أشكرك على هذا السؤال. بالتأكيد يعني زيادة التواصل الاجتماعي بين شباب العالم، أصبح كل شاب في كل دولة يعرف جيدا ماذا يدور بجانبه وبعيد عنه، ولكن نجاح السياسة الخارجية المصرية ونجاح الرئيس السيسي تحديدا في استعادة دور مصر
في ان يستطيع ان يدور ديناميكيه جديده في تغير ملحوظ في النظام العالمي، الا وهو ان الرئيس السيسي حاول ان يقدم مصر بوجهه النظر الرسميه وغير الرسميه، دعوه ملتقات مصر وشباب العالم، مصر والعالم العربي والافريقي، كل ديت دعوه الى جوانب غير رسميه بجانب الاتصالات الرسميه، وهذا قدره مصر التي تملك التنوع من اسوان الى بورسعيد الى اسكندريه، بالتاكيد دوله متنوعه بثقافتها وافكار حضاريه عميقه تستطيع ان تقدم نفسها لكل دول العالم ولكل شباب العالم في ان يرى في مصر نموذجا للمحبه والسلام والتنميه واستعاده تكامل بين القاده السياسيين والشباب في كافه دول العالم. مصر نموذج محترم في هذا الامر الان. وسيله خلق التنميه في القاره الافريقيه دكتور اشرف فقط تحتاج الى المدد المالي الى البعد الاقتصادي لخلق هذه التنميه، ولا هي بحاجه لبعض الوسائل المساعده الاخرى التي من شانها ان تسهم في عمليه التنميه؟ ده برضه سؤال ممتاز جدا. بالتاكيد الاثنين مهمين، من يملك المال بالتاكيد دول غنيه كانت سياستها في الماضي تعتمد الصراع والقتال جزء مهم من تحقيق اهدافها السياسيه والاقتصاديه في افريقيا تحديدا. مصر قدمت رؤية مختلفة على أننا يمكن أن الدول الكبيرة تملك المال أن تنجح بعيدا عن إذكاء العنف والصراعات في القارة الأفريقية، ومصر قدمت رؤية محترمة في هذا الأمر بأننا يمكن أن ننجح سويا دون صراع. بالتأكيد التعاون مع المال بمعنى أن يكون الموارد البشرية كالشباب الشعوب أن تفهم معنى أن تتعلم جيدا، أن يكون هناك صحة جيدة، محاربة من الفقر، تنمية مستدامة. الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة على هذه الأمور وكانت في آخرها في منتخب شباب مصر للعالم في نوفمبر الماضي. واستكمالا الآن لمصر والعالم العربي والأفريقي رؤى متكاملة سياسة متفقة بين ما حدث في الماضي والآن، ما بين مؤتمر سابق ولاحق. مصر تؤكد رؤيتها في ضرورة أن تتكامل الرؤى بين القادة السياسيين على مستوى العالم وبين أبناء الدول في كافة الاتجاهات، وهذا أمر محبب ومحمود في رؤية الرئيس السيسي وفي رؤية سياسة الخارجية المصرية. شكرا جزيلا لك دكتور أشرف سنجر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد منضما إلينا عبر الهاتف. الجانب الأول إذن من هذه الإطلالة خصصناه بالكامل لملتقى الشباب العربي الإفريقي والذي تحتضنه مدينة أسوان بدءا من الغد وحتى 18 من هذا الشهر. آفاق السياسة الخارجية المصرية التي كانت تتعامل مع القارة الإفريقية على مدى السنوات الماضية باعتبارها ركيزة من بين أهم ركائز ومحددة من بين أهم محددات الأمن القومي المصري، وكذلك خلق آفاق النقاش المستمر بين الشباب بعضهم وبعض. في هذه المرة سيكون الشباب الإفريقي والشباب العربي مدعوون مباشرة للتحدث بعضهم إلى بعض فضلا عن حديثهم إلى صناع القرار في دولهم وفي دول غيرهم. فاصل قصير نعود من بعده لبدء نقاش جديد.